النادي الاهلي معلش يعني ما النادي الاهلي مفروم ما طبعا عمال يخش يلعب طبعاً كل 3 ايام ماتشات طبعا انت بقالك فاركو والداخليه والناس دي بقالها شهور قاعده ايه المشكله لما تتفرم 3 اربع ماتشات لا لا تخيل انت كابتن حسن مثلا احنا بنتكلم في لا لا هقول لك بس جزئيه بتلعب الاهلي مثلا تخيل انت كابتن حسن مثلا بتدرب فاركو فجاه في اسبوعين لقيت عندك اربع ماتشات اهلي وزمالك ما هي دي الكارثه فانت هتقول لهم يا جماعه لا لا هي المشكله كمان ان المدير الفني في الفتره ديت هو مش عارف يعلي الحمل ولا يقلل الحمل ولا يعمل كذا لان في الاخر انت كل 3 ايام ماتش بتروح ايه استشفاء محاضره ماتش استشفاء مش ماتش عادي ماتش عادي اللي انا عايز اسالك الدكتور لو نادي الزمالك ماشي كويس وبيكسب هل كان رد نادي الزمالك هيبقى كده هي دي النقطه نادي الزمالك هو السبب في اللي هو فيه هو اللي بيخسر هو اللي يعني اسف في الكلمه يعني هاجي اقول لك زيه لا معلش اتفضل يعني بقى زيه بيكسب ماتش ويمشي على سطر ويسيب سطر ما عملش بعد الصفقات اللي هو عملها ما راحش في حته تانية هو برضو ماشي هسألك سؤال اتفضل بعيد بقى عن اداء نادي الزمالك ونتائجه عشان انا هحاول اكلمك انا هنا بصوت راجل انا مسؤول الزمالك هاجي اقول لك والله يا كابتن حسن ده ماله ومال انا بقول لك ان المسابقه نظامها خاطئ يعني ممكن اقول لك ايه اكسب او اخسر ما انت عارف يا كريم انت جاي كده عارف ليه عارف ان احنا ماشيين ان المسابقه من البدايه فيها اخطاء كتيره فيها تاجيلات كتيره لنادي الزمالك والنادي الاهلي عشان كانوا مشاركين في البطوله الافريقيه هو ليه النادي الاهلي هو اللي الناس شايفاه انه ايه ده مين انت قال النادي الاهلي عندك ماتشات انت سايبينك عشان البطوله الافريقيه طب ما نادي الزمالك عشان على فكره انا في الاخر خد بطوله ما بتكلمش على الزمالك بس على الزمالك بس انا بتكلم على نظام مسابقه الاهلي كمان متضارب ايوه ايوه زي ما انت قلت انت بقى لنا 6 سنين المنظومه او المسابقه بقى لها 6 سنين وحشه طب ما احنا عايزين نعدل ده بقى طب هتعدلها ازاي اعدلها انت كراجل انت راجل بتقول ان انا ما فيش حد في مصر غيري بيعرف يعمل دي طب ما تعدل اعدل في الماتشات واعدل في الترتيب واعدل في الـ في الـ في الـ في, الـ في كل حاجه عشان حتى انا ابقى قابل يا كريم ابقى قابل للكلام ده ابقى انا مقتنع لو اتغلبت زي ما بيقول حسن مثلا ان الزمالك هو اللي عمل في نفسه كده طبعا محدش يقدر يتكلم مع ممكن اسالك سؤال لو انت قاعد في على مائده مجلس اداره نادي الزمالك ولك صوت في هذا الامر هل كنت توافق على اعتذار او انسحاب نادي الزمالك من المباراه انا هقول هلعب انا رغم كل الظروف دي رغم كل الظروف لاسباب تاني خد بالك انا مصري انا زملكاوي مصري فشكلنا بقى وحش في برامج بتتعمل على الكره المصريه بره في المناطق العربيه وسف زي ما انت عايز قول بقى شكلنا وحش قوي بقى ريحه المسابقه وحشه